اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكاي بحديث عراقي. منذ عام 2003 لحد الان ما مرت سنه ربما من عام 2003 لحد الان هذه ما يقرب من 19 سنه لم لم يمر لم تمر سنه الا وخرج تصنيف من من للتصنيف من قائمه من قوائم المواقع المهمه او المراكز المهمه البحثيه او الدول الا وتشير الى ان العراق من البلدان الاكثر خطوره في العالم ولم تمر سنه الا ودول العالم وزارات الخارجيه في دول العالم تطالب من مواطنيها عدم السفر الى العراق لان العراق بلد خطر والاكثر خطوره في العالم قبل ايام يعني صنف موقع ميدل ايست مونيتور وهو من المواقع المهمه المعنيه بهذا الموضوع صنف العراق آه من الدول الاكثر خطوره في العالم حسب مؤشر طبعا حسب مؤشر المخاطر الامنيه تحدث ان العراق من اكثر البلدان فتكا بالصحفيين ايضا و أو... 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 طبعا حتى هناك مواقع كثيره حتى مواقع سياحيه مواقع سفر مواقع سياحيه تتحدث ايضا تاخذ هذه لنتهم. مواقع السفر في العالم شركات الطيران في العالم شركات الخطوط والنقل في العالم شركات الملاحه في العالم يتهمها هذه الـ هذه الـ هذه التصنيفات لكي اما أن ترفع مبالغ التامينات عاليه في البلدان الاكثر خطوره او تمنع مواصلاتها من الوصول الى هذه البلدان يعني موقع ترافل ريسك ماب قبل فتره تحدث ايضا عن موقع دول العالم حسب مؤشرات المخاطر تحدث عن انه العراق واحد من البلدان الاكثر خطوره هو واليمن وسوريا وليبيا وافغانستان ومالي. هذه الدول الاكثر خطوره في العالم. و اجور يعني التامينات المخاطر لهذه الدول الاعلى عالميا. وطبعا تحدد هذه الخطوات وفقا لمؤشرات يعني الحروب، الاضطرابات الاجتماعية، بذلك العنف الطائفي، الجرائم، الميليشيات الأخرى، العصابات، وهذه ما شاء الله بالعراق يعني حدث ولا حرج. العراق مملوك بالميليشيات وبالعصابات والخطف والقتل والانتهاكات وسداح مداح. العراق مفتوح على كل الأبواب وكل الجهات تعمل به، كل العصابات به، بلد مخدرات، بلد جرائم، بلد فقر بي بطالة بي خراب بي، دمار بي. وهجره بي وبالتالي انت في بلد قمه في الخطوره والقوات الحكوميه او السلطات السلطات الحاكمه اما ان تكون متعاونه مع هذه العصابات والميليشيات وهو ما يحصل في العراق او يعني لا هي عنهم يعني لا تستطيع التحدث معهم وهو ما يحصل ايضا في العراق وبالتالي هناك عمليات للنهب والسرقة والفساد والخراب والدمار والقتل وبيع الأعضاء والمتاجرة بالبشر والمتاجرة بالأعراض والمتاجرة بالنساء والأطفال والمتاجرة بالدماء وهذا كله موجود بالعراق وعصابات سرقة وتهديد وابتزاز وخطف وقتل وتهجير واستيلاء على أراضي واستيلاء على بيوت وتهجير الناس والمسيحيين الذين هجروا ملايين هجروا سن الذين هجروا كل هذه جزء من عدها الفقر البطالة كل هذه جزء من مؤشرات تجعل خارطة الخطورة في العراق عالية جدا وعندما تحدث عن العراق لابد أن تكون مفردة الخطورة مرادفة أو مصاحبة الحديث عن العراق مع الأسف الشديد دعك من الحديث عن يعني يعني وهذا من الاشياء التي ربما تزيد الحزن وتزيد القهر عند العراقيين عندما يسمعون المسؤولين الان الذين يحكمون العراق يتحدثون عن ازدهار وعن امن وامان وقدرتنا وسيطرتنا و على الجهاز امني واجتماع مع القوى المدري منيه ووزير الامن الوطني وزير الداخليه وزير الدفاع ووزير المدري منو والقوى المدري منو والفرقه الفلانيه والمدري ايش وبالتالي العراق يعني لا يستطيع المواطن فيه الأمان أن يأمن على نفسه سواء ببيته بالشارع بالجامع بالكنيسة ما أعرف وين بالعمل وين ما يكون هو غير آمن ومعرض للمخاطر في كل وقت الطفل والكبير والصغير والكل معرضين وضع اقتصادي سيء ابتزاز فساد خراب وبالتالي العراق من سيء إلى أسوأ والعراق ضمن قائمة دائما ضمن قائمة ال... الدول الأكثر خطورة في العالم ويتحدثون عن أن تجربة ناجحة بعد سطع السنة ما هي هذه التجربة الناجحة وهذا هذا يعني جر أسئلة كثيرة هذا الوضع هذه الدول التي تعترف بالعراق وتجي وتفتح سفارات، ألا ترى هذا الوضع ألا ترى قوائم العالم من العراق واحد من أكثر الدول فساداً واحد من أكثر الدول خطورة واحد من أكثر الدول اعتداء على حقوق الإنسان على الصحفيين على العالم انتهاكات تهجير هذا كل الناس لا تقراه يعني ولا هذه الهراوه الامريكيه الى متى تبقى مرفوعه للناس والناس تطيعها من اجل عيون امريكا ومن اجل عيون ايران وبالتالي العراق يذهب الى الخراب واهل العراق يزدادون مرضا وعله واذى وسوءا وهما وكربا ومرضا وموتا ويتحول العراق الى مقبره كبيره الى سجن كبير والى ساحه مفتوحه للعصابات لتجول وتصول وتفعل ما تشاء والعراق يزداد خطوره بمؤشرات الخطوره العالميه مع الاسف الشديد هذه صوره العراق ونحن نغادر عاما عام 2021 وندخل عام 2022 صوره العراق صوره سيئه مع الاسف الشديد واهله هم الذين يدفعون الثمن مع الاسف الشديد أترككم بخير أعزائي المشاهدين وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم <applause>